تتشرف الولاية المنتدبة بتوغورت لاحتضان الدورة الوطنية الأولى للصحراء في رياضة البادمينتون أو الريشة الطائرة. أنتم تعرفوا هذا الرياضة، هذه انطلقت في بلادنا في الجزائر سنة 1999 ومشات يعني نوعا ما باحتشام لأنها جديدة على شبابنا وذاك، لكن من 2015 بدأت تأخذ يعني زخم كبير وبدأ فيها انخراط شباب، وهنا اليوم نقوم بنحضر للدورة هذه في إطار نشر وتطوير رياضة البادمينتون على المستوى الوطني. ارتأت الاتحادية الجزائرية للبادمينتون لتنظيم أول دورة للصحراء مفتوحة للصحراء في الولاية المنتدبة لتوغورت. الغرض من هذه الدورة هو نشر هذه الرياضة في الصحراء، خاصة أنه الحمد لله فيها أكثر من أربع ولايات من الجنوب اللي يعني تنشط في هذه الرياضة، وين إن شاء الله راح نعمل على تنظيم ربما بعد سنتين دورة دولية أولى للصحراء لرياضة البادمينتون. جيت pour la première fois لهنا للصحراء باش نلعب كومبيتيسيون اوبن ناسيونال، لا بروميير فوا اورغانيزيو هنايا في الصحراء باسكو دارو غير حلو غير سامون لي كلوب هنايا، يافي با دو كلوب، وولفونا دائما نلعبوا في الشمال باسكو كاين لي كلوب ويعرفوا هاد السبور ودخل جديد لهنايا.